تعالوا نعمل مع بعض اصابع الكابوريا مقليه. شوف هنعملها مع بعض بسرعه. معانا زيت بيسخن، عينيه اهو زي الفل. يلا نقطع يا باشا ونشوف كل حاجه دلوقتي باذن الله. خلينا احط الكابوريا في قلب الزيت واعمل لك اللي انت عايزه يا مخرجنا يا جميل. مخرجنا الجميل عايز يشوف اللي تحت التورتايه ايه. مقادير اصابع الكابوريا المقليه على الشاشه. معانا كابوريا او اصابع الكابوريا، وانا قلت لحضراتكم دي بتتباع في اي سوبر ماركت موجوده، زي السوسيس، زي الهوت دوج، حلو الكلام، زي المجانج اهي دي موجوده معانا. بيسالوا كتير على السوشيال ميديا دي بتتعمل ازاي، حلو الكلام. انا بسرعه كده هقول طريقه تتعمل بيها لطيفه حلوه تعملها لاولادك وهتدعي لي. بناخد بيضه كده نكسرها، حلو، ونحط على البيضه دي شويه دقيق، نحط عليها سنه شبت صغيره، نحط عليها فص توم محترم، معلقه كريمه صغيره، حلو الكلام، ونقلبهم بشوكه بس، حلو. ومعانا بقسماط او رقائق الذره. شفتوا الخلطه السريعه؟ خلطه فولاذيه مغازيه لقلي الكابوريا المقليه اهو، تنزل هنا اهو، يلا تطلع يا عم الشيف من الخلطه. نعم اهو، هسقطها في الزيت واجري اهو 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 اهو. تطلع من قلب البقسماط ده او رقائق الذره، ونحطها في قلب الزيت دلوقتي، تاكل صوابعك وراها. مش لازم تحطها في الفريزر لان هي كده ماسكه نفسها. اه نشيل ده من هنا ونوسع لنفسنا زي الفل، وتعالوا نحمر في قلب الزيت. ناخد بعضينا ونوقف جنب الزيت. ايه اخبار الزيت؟ هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل الحال. اه موضوع بسيط خالص وسهل. اه شفتي زي ما بتحمري الجبنه، في جبنه ماليه كده بيعملوها اخواننا السوريين، جبنه العكاوي، تتقطع كده وتتقلي. اه اه شفت انا بعمل ايه؟ اه شفتي بقلبهم كده ونحمرهم مع بعض دلوقتي. اه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اه اصابع الكابوريا المقليه، وده حصريا على شاشه القناه الاولى. اه احنا قلينا الكابوريا قبل كده، كمان بنقلي اصابع الكابوريا. اه 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 شفتي لازم تشيل بقسماط زي ما انا شغال كده. اه اه حلو. ولما تيجي تحمريها لازم يكون الزيت غزير وسخن، عشان دي مش عايزه سوى، دي عايزه بس بنسوي الطبقه اللي فوق عشان تبقى مقرمشه، تبقى كرانشي كده الاولاد يحبوها. اه اه وحاجه خفيفه وسهله ورخيصه على فكره، مش غاليه قوي يعني سعر المجانج وسعر الهيت دوج. اه نعم يا غالي. اه دي منتجات كابوريا تتباع، طبعا هي بتيجي مستورده، بيسالوا دي بتتعمل ازاي يعني، وزي الهوت دوج، زي السوسيس، زي الحاجات دي اللي بتتباع، وفيها ماده جيلاتينيه طبعا، وتتشال في الثلاجه في حفظ كويس، وفي اكياس مغلفه نقدر ان احنا نقدمها مع طبق سلطه، وان احنا نقليها زي ما انا بقليها دلوقتي، او نخليها تخش في طبق شوربه. شوف الكابوريا اخبارها ايه. لا 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 ما تقوليش بقى، ما تقوليش ما تقوليش. نجيب طبق نغرفها. ايوه ونعمل زي الحاتي بقى، نحط تحتها شويه خضره، ممكن عود نعناع، عود ريحان، ندلعها يعني من الاخر. اه بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ازاز كابوريا لو ازازوني. نعمين الله على الكابوريا. على فين يا شفيق؟ على فين؟ صورني معايا يا شفيق. كابوريا وازاز كابوريا اهي. نعم هطلع الرز ونختم على طول. اه